هاي جايز، شلونكم؟ مرحبا بكم بقناتي مرة ثانية. اليوم أنا راح أخذكم مكان كلش حلو. طبعا أنا هم راح أروح لأول مرة، أريد أشوف لكم الخريف هنا بكندا شلون. طبعا أريد بس أشوف لكم هنا مثلا، بس هيك كإكزامبل بسيط جدا، شوفوا ألوان الشجر إيش قد حلوة هنا. راح تكون وياي بهاي السفرة. Come here. I'm saying my. You look so cute. Good morning. You look so cute. Hello. ساعدينا ناخذ صور، يعني عباك رايحين حفلة ما رايحين نسوي هايك. صدق انت يعني صدق فول ميك. You look so good. I love. I miss you by the way. صار لي فترة ما شفتك. Anyways guys، راح ناخذكم مكان كلش حلو. طبعا كانت فكرتها اني كان ببالي اروح مكان بقاتينو بارك، مكان يعني هنا كلش حلو، هم تشوفون بيه الشجر ويكون كلش كلش كيوت. بس هي اجتها فكره انه اكو مكان صدق اني من زمان رايد اروح بيه بس ناسيته. انا شفت انه بعيد ساعه ونص. ساعه ونص المكان هو شويه بعيد، بس اتس اوكي. ام اكسايتد لانه مونتريال. صدق اولموست مونتريال، بس يستاهل لانه صدق الصور ما ناسي اهواي على الانستغرامات دي ياخذوا كلش كلش حلو. فانيويز خليكم ويانا، رح ناخذكم هنا. بس اول شيء ميتين جوع، لازم ناخذ كافي بليز. كافي اند اريد فشي اكله لان ميت جوع، فخليكم ويانا. يلا سي يو جايز. قبل ما ننطلق اجينا ستاربكس. ما قصا لي زمان طبعا ما مشتري منهم. اتس بين ا وايل. تريدين تجيبين البامكن سبايس فتشيفا؟ yes. والله انه yes. ايو مستحيل اني ما احبه. على مود الفايز. اوه في عندهم ابل كريس، هذا شكله حلو. هم فوق ما تريدين شيء منه؟ اليوم لازم نتصور. اسمعي حخلص لك وحتخلصي لي بالتصوير. يا يا ذات فيديو مبين اتس اون. انا يعني كل الزينة عن ترى بالتصوير بس. نور لا لا والله يديك صورتيني قبل انت. نو شيز اميزنج، شيز اميزنج. اي ريكومند، اي توتالي ريكومند. هذا عليك؟ يا هذا معي. طبعا انا قلت لها نور جيت مي ذا سناك سايز، جابت السناك سايز. يعني انا حنخلص الشغل اليوم. تفضلي حبيبتي. لا لا عادي، انا صراحه جوعانه وطريق ورانا، فيعني ام جن ايت. وصلنا. نور are you مستعدة للهايك؟ يلا let's go. هسه طبعا تركنا وراح نعبر. هسه قالوا لنا ان المكان نص ساعة منا مشي، بس المشكلة انه كلش مدي، يعني القاع كلها رطبة و... بس الحمد لله اعتقد اني ماتي شوز is good. لا شي هذا. اوكي راح ندخل الغابة، راح يبلش الهايك. بس يعني الحجر need a massage after. صدق I'm gonna need a massage after. Let's go. تصيروا قدامي. لا 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 من هسه تعبتوا. لا لا بعد ما دخلنا بعد ما قلنا بسم الله. أهلي فد مرة. Guys هذا هو الهايك بكندا في فصل الخريف. Thank you.
على هذا الطريق. هيا بنا. بس يعني لا هذول البارلز مزعجين. بحيرة بنص الشارع يعني. او ماي جاد. اوكي ترى منها كلش. We got it, we got it, we're good, we're good. شوف ماما تذهب من الجهة الثانية، أنا أذهب من هذه الجهة. كأنه عم نهرب. خلينا نشوف من يوصل قبل ماما، أني أو أنتي. I'm gonna get there before you. بس ديري بالك. Oh my god, it's somebody. ترى I'm sorry نور، قلت لك لا حد يلحقني. قلت لكم لا حد يلحقني، أنا ترى أخبل بالطرق. جايز نور طلعت ما تحب الكلاب، كل ما يجي كلب منها انا تقول يا ابوها انت لو انا اقول لها كيوت كيوت. I love dogs. Oh my god. طبعا اهلي دي يشكون ورايا انه كلش تعبانين. يلا let's go let's continue لو سمحتوا المغامرة. قريب ما نوصل. او لا قولي لي هذا كيوت كمان، قولي لي كمان هذا كيوت. هذا الدوغ؟ خروف. جايز يور سو مين. وين هذا؟ لا لا خليني اشوف والله صدق. لا بس كبير صدق كبير. لا او ماي جاد كبير صدق كبير. شو انا ما قلت كيوت متعقده من اقول كيوت. اوكي هذول الجماعه وصلونا يقولون منا انا لازم نطلع. او ماي جاد راح نفسي واخيرا وصلنا. طبعا راح اشوف المنظر وياكم والله لحد هسه ما شفته. تعالوا تعالوا. Oh wow! Oh my god! اريد اخذ صور بس يعني مدى اقدر لانه كلهم محتلين المكانات المركزيه الرئيسيه. هذا مكان حلو ليتس جو. نروح هناك. اي روح يلا بس خذي سيلفي في الاول. اوكي يلا. يعني انت اللي غنى لك وائل كفور البنت القويه. لوك جايز مو مثل الجبانه الدجاجه. اي كانت خاف تجي لهنا. Guys, I'm standing here. بشوف هذاك اللي هناك. Oh yeah yeah, that one. This guy. هربعت كمان. منظر خيال واخيرا قدرنا نقعد هنا. Finally. اوكي جايز ان شاء الله تونستوا بقناتي اليوم وحبيتوا هذا الفلوج. حبينا نشوف لكم الفارم شلون شكله بكندا. فمثل ما شفت المكان اللي احنا حبينا نشوف لكم اياه اني ونور. ان شاء الله استمتعتوا بهذا الفلوج. لا تنسوا ايش تسووا لي لايك وشير وسبسكرايب وشير. دونت فورجيت تسووا لي لايك كومنت كومنت على ماي فيديو. احبكم واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد عن قريب. باي باي.